السلام عليكم خوت خواتي، كداير لاباس عليكم؟ هاد النهار جبت لكم خل ديال التفاح. كي الطريقه ديالو كيفاش ديروها كتجينا شحال معكم 100% كيرجع خل التفاح. تقريبا عندي هنايا واحد 10 كيلو ديال التفاح، غادي نستعملها كامله. غادي نغسلها ونبيتها ليله كامله حدا الشرجم كتنشف، تنشف مزيان، وكنتاكدو كنزيدو نمسحوه بشي فوطه وعاد نقطعوه. انا نوريكم كيفاش. يعني كانت شي حاجه، يعني في قلب داك التفاح كنجيبو اي تفاح الرخيص، كنجيبوش تفاح مزيان، اي تفاح الرخيص بحال كيكون مضروب، معليش كنحيدو ديك البلاصه اللي مضروبه وكنستعملوه. انا نوريكم الطريقه خطوه بخطوه كيفاش غادي تستعملوا اخر التفاح. كناخد التفاحه كنمسحها، هي كانت موه ناشف، عندي ليله كامله بايت في هذا الشرم كينشف، نخليه ينشف نمسحو مزيان أو كنقسمو. فوائد التفاح هادي مصدقاش زوينة منستعملهاش. بحال هادي مزيانة، مصدقات مزيانة، غادي نقسمها إلى جوج هاكا، غنستعملها شي سطل. هاك العود ديالو كلش، الا كان من هنا مضروب او شي حاجه كنحيدو داك البلاصه وكنستعملو او كنقسمو. صافي، فوائد التفاح راه مزيان بزاف بزاف بزاف، البنات تاكلو، كنديرو في الشلايض، كنديرو في الشلاضه، كنستعملو في اي حاجه. انا تا بحال هذا الشكل هكا، يعني كنوريكم اي حاجه طرات معايا نوريها لكم. نحيد هادي، نستعمل ايه هذه اللي مزيانه. انا كنستعملو حتى لولادي اللي عضاتهم شنيوله، مفيد بزاف، كيقتل داك السم ديال الشنيوله، كيقتلها ما كيخليش انها تبقى تاكل او شي حاجه، داك السم ديالها كيهلكها. خل التفاح تجربه. دابا انا نجيب كميه التفاح اللي عندي كامل، نعمرهم في هذا السطل اللي عندي هنايا، ورجع معكم ونقول لكم كيفاش غادي نخليوه شحال المده وكيفاش غادي نستعملوه باش كيبقى محتفظ مزيان. انا هنا من بعد ما كملت كل شيء، عمرت السطل ديالي بداك التفاح اللي نقيناه كامل، انتم كي كتشوفوا يعني بكل شيء ديالو، انا ما حيدت له حتى حاجه، كنحيد ديك البلايص اللي مضروب، اللي مضروبين كحل، ما نخليهمش باش ما يفسدوليش الخل ديالي، كندير داك الشيء المزيان، تخليه من الاحسن بالعظم ديالو، يبقى بالعظم ديالو كيبقى من الاحسن، حتى هو كيعطي ديك الافاده ديالو. مي كنكمل على هذا الشيء، كنجي غادي نشد السطل ديالي، كنجيب المغطاي ديالو غادي نشد ليه مزيان. يعني انا هنا عندي سطل بحال مغطيتو سرسات، ما كيهمش بحيث عندي ندير له داك البلاستيك غذائي. ضروري ضروري انكم تكتبوا التاريخ، ضروري من التاريخ خصكم تكتبوه. انا عندي هنا صوبتو نهار 21 شتنبر، يعني حتى 1 اكتوبر نوفمبر، عفوا نوفمبر، عاد نفتح عليه يعني 40 يوم، ضروري خصو يبقى مشدود عليه 40 يوم، ما تحلش عليه ابدا باش ما يدخلوش النفس، يبقى هكاك مشدود، يعني كل ما يبقى ما تدخلوش النفس في بلاصه تكون مظلمه شي شويه لكان احسن. كنجيب هاد البلاستيك غذائي، يعني كيشد كيحكم مزيان، وهادي شد وشوفوا شو واحد يساعدكم، انا ما كي ما ساعدنيش، وشد لي ساعدني يعني وشديتو مزيان. فوائد التفاح مزيان، الناس الريجيم، الناس اللي عندهم الدواليب في رجليهم مزيان يدهنوا بيه ويشربوه، راه كيجري الدوره الدمويه، كيجريها مزيان. انا قلت لكم، كي قلت لكم قبل، انه
ديك اللدغات يعني الحشرات يعني الأطفال كيبقى ياكلهم داك الشيء، ديك الحبوبة كدهني داك المكان بالخل التفاح، عرفتي ما كيبقاش أبدا كطالعة السخان في ديك البلاصة، أو كتبقى كتاكل ما كتبقاش بالتجربة. أنا كنستعملها بزاف للدراري ولادي، أنا كي لعطاتهم شي حاجة ولا شي حاجة كنستعملهم خل التفاح، ما كتبقاش تاكلهم وما كتبقاش تحمرة يعني كتبرى. الفوائد ديالو كثيرة بزاف بزاف، انتم جربوا هذه الطريقة وغادي تنجح معكم 100%. انتم كتشوفوا كي شديتها مزيان يعني حكمت الاغلاق ديالها كيف ما يدخلهاش الريح للنفس ابدا. غادي نحطها في واحد البلاصه مظلمه وغادي نخليها 40 يوم، يعني يوصل داك نفس التاريخ غنفتح عليه. انا راني غادي نخليها فاتت داك الوقت بواحد يومين، عاد تفكرتو مي مشيت ليه حليت عليه. انا عندي تابعو معايا نوريكم الطريقه كي درت، يعني صفيتو كي ولا الخل من بعد 40 يوم. نتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. هاد الطريقه راها سهله سهله بزاف بزاف، وكتعطي كميه، انا كندير كميه كبيره باش كنستعملها في الشلاضه بزاف، وكنستعملها كنشربها كما قلت لكم الدراري لعطاتهم شي حاجه كنستعملها حتى هي. وانتم كتشوفوا من بعد ما دازت 40 يوم، يعني غادي نفتح على السطل ديالي، يعني الطريقه انتم تشوفوها راه سهله بزاف بزاف. انتما شفتو كي ولا كيهبط، يعني خص كمية كبيرة باش تعطيك واحد الكمية ديال الخل التفاح. درتي كمية بحال 5 كيلو، يعني اقل ما يكون ديال 5 كيلو باش كيعطيك واحد الكمية بزاف. اما الا درتي قل بزاف ما كيعطيش داك الخل، يعني كيهود يعني كيفسد كيدار داك كيولي خضر، داير واحد الغبرة خضراء هنا. لا يعني انتما كتشوفو هنا راه اكثر من 40 يوم، يعني راه ما درت حتى حاجه، يعني باقي التفاح كي كتشوفوا انه دابا الهبط، والخل التفاح هو داك الماء اللي كتشوفوه هو داك الماء، يعني داك هو الخل التفاح. انتما كتشوفوا يعني دابا صبه خل هنا، انا كنعصرو مزيان، كنجي نكب هذاك كيقطار، ومن بعد كنقرف هذاك باش يهود لي داك الماء ديالو، وكنخليه ليله كامله هو كيقطر مزيان. ومن بعد كنجيب واحد الدره ديال حياتي وكنحط فيه شويه، انا كنعتذر انا ما صورتش ديك اللقطه نسيت، يعني سحب لنا التليفون خدام وما كانش خدام، يعني كنجيب الدره ديال حياتي وكنعصرو، كنعصرو في ديك الدرات حياتي مزيان، وكنديرو في القرا يكون يعني مزيانين مغسولين معقمين، يعني وكتعمر تعمر فيهم ديك الخل التفاح وتحكم في الشدان ديالو، يبقى لك يعني مده طويله طويله بزاف بزاف، يعني ما كيطرالو حتى حاجه زعما كتشوفو. انا نعمرتهم كاملين هنايا، وغادي نخلي ليله كامله يقطروا حتى لغدا في الصباح ان شاء الله ونعصرهم. من بعد ما عصرتهم انتم كتشوفوا عمرتهم هنا في هذه القرايه عندي ديال هذو النت ديال الخل التفاح، كنت خديتهم ولكن انا جربت بهذه مواد طبيعيه، انا كتستعملي الخل راسك ما فيش ماده حافظه ولا شي حاجه، يعني رائعه بزاف. انا هادشي اللي عطاني يعني تقريبا داك 10 كيلو عطاتني هاد الكميه هادي،
ديال خل التفاح. نتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا، ما تنساونيش من اللايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. انا كنستعملو بزاف بزاف وكينجح معي. نتمنى انكم تجربوا هذه التجربه هذه انها تنجح معكم ان شاء الله. ان الحكمه فيها انها ضروري يبقى 40 يوم هو في داك السطل ولا في شي حاجه يعني مزيان، والقرعاس ضروري تكون محكمه. انا هذه عندي شويش كتحل دغيا باش نكون هانيه، انا ما تدخلهاش الريح ولا شي حاجه. جيت بلاستيك غذائي وشديت ليه باش يبقى مزيان لي الخل التفاح لمده عامين، عام يبقى لي مزيان. يعني نتمنى انه يكون فهمتوا الشرح ديالي يكون هو هذاك. نتمنى انكم تشجعوني بالصحه والراحه، جربوها راه تنجح معكم 100%. يعني القرعه ضروري ستكون مشدوده مزيان، يعني الا كانت مشدوده كون على يقين ان ما دي طرا للخل التفاح حتى حاجه، غيبقى رائع مزيان. يعني وكما قلت لكم انا هو ما تنساونيش من اشتراك.